مألف عليها كم امبير ومدري ايش، شفتها؟ اي بس دي مقلوبة. يا ابو ابو محمد، العدادات زي ما هي القديمه، هي كل شقه مش تقول لي بيغسل ويرخض العريات، كل شقه عدادها زي ما هو. لا بس مركبين هنا واحد، هنا واحد، هناك واحد. ليش؟ ما هو ده بتاع المجموعه دي. لا لا لا، كل واحد لحاله. اسمع بس، صدقني هي اسمع يا حبيبي، بس ده ثلاثة فين؟ ده لحظة بس، ده العداد ده ثلاثة أوجه، هفهمك. لكن ده المقاول اللي يجيه لستة يركبها. ما أنا عارف، ما أنا عارف، طب ما أنا فاهم دي. بس ما واحد لكل مجموعة. طيب أهو يا أبو محمد، يعني واحد لكل مجموعة. وإيه ده، ماله قرا كتير ليه؟ ده محلات ده ولا إيه؟ تجاري. ده بتاع المحلات. مال أصرف. بتاع المحلات. Mm.